هيكون هذا الفيديو هيكون عن زوجة الأب الطيبة وزوجة الأب الشريرة. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، ويلا نبدأ. وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. عايزين نقرأ تعليقاتكم الجميلة. يلا نبدأ. زوجة الأب الطيبة. بيت زوجة الأب الطيبة. عزيزتي، أنا ذاهب لشراء بعض الأشياء. سأخذ معي ابني أو ابنتي، من تريدين؟ أنا لا أريد الذهاب يا أبي. أنا سأذهب يا أبي. حسنا، خذ ابنتي معك. ستغير ملابسها وتأتي. حسنا، أنا ذاهب. يا صغيرتي، تعالي وغيري ملابسك الآن. حاضر يا أبي، أنا القادمة. لا لا، هذا ملابس المدرسة، أنا أريد هذا. لا، سأبتدي هذا الفستان، يبدو جميلا علي. سأبتدي، لا هذا، أم هذا؟ لا هذا أجمل. هيا يا صغيرتي، هيا. أريد النقود يا أمي. سأخذ اثنان. حسنا، هل أخذت النقود؟ أنا لا أخذتها يا أبي. هيا بنا، هيا نركب. أنا لم ننتج الكمامات، بسرعة علينا أن نرتديها. لم يرتد الكمامات، لا أعلم كيف. كمامة يا أبي، نسينا. أنا كماما، نافذة الكمامات لدينا، ماذا نفعل؟ سنستعير من الناس الآخرين. عزيزتي، لقد نفذت لدينا الكمامات، سأذهب وأستعير من الناس لأننا ليس لدينا كمامات. حسنا، هيا سأشتري غدا كمامات. هيا ندخل. مرحبا، نريد منكم فقط القليل من الكمامات. حسنا، تفضلوا، سأحضر لكم الكمامات. أحضري لهم يا رينا. حاضر. ليس هنا، هنا ملابسين. أين نضع الكمامات؟ هنا. لا كمامات هنا صحيح، سأحضر لهم كمامتين لأنهم يحتاجونها. حضرت الكمامات، شكرا لك كثيرا، أنتم طيبون جدا، أنا أشكركم. أحضر الكمامات، شكرا لكم، نحن نشكركم كثيرا. هيا يا أبي، هل نذهب على أقدامنا أم نذهب بالعربة؟ نذهب على أقدامنا، هيا. هيا يا لينا، نريد المعكرونة. لا نحضر إلا ما نريده، لا نريد الكعك، إنه مسوس ومضر للأسنان. سنحضر السندوتشات للمدرسة، ونحضر البيتزا. هل نحن كم فرد؟ نحن أربعة يا أبي. قريبا يا صغيرتي، يعني هذا الإفلاس فذاكي، هذا كل ما نحتاجه. لا، نحتاج من هذه واحدة، وهي هيا. نعم، ما هذه العربية الباردة؟ من فضلك، هذا ما نريده، تفضلي.
القصص البيت ولا تكون عندكم البيت المغلفة؟ لا هذا الكيس، لا أريد لا أريد، شو من هذا الكيس؟ هناك سيدة فقيرة يا صغيرتي، فلنحضر لها القليل من الطعام. حسنا يا أبي، سأحضر لها سندويشا وقليلا من الشبس والكعك. هذا جيد، هذا جيد يا صغيرتي، إنها فقيرة وعلينا أن نساعدها. سندوتش وشبس والقليل من الكعك. تفضلي هذه النقود وداعا. هيا هيا سيدتي، أريد أن أمسك معك يا أبي. هيا والله كما أتمنى أن أحضر ورد، لكن نفدت النقود التي معنا. مرحبا، أحضر إلى بعض. شكرا لكم على هذه الأموال، تفضل تفضلي أحضر ما لك. لا نحضر الآيس كريم، سأضع الطعام هنا. تفضلي هذا طعام لك. طيب شبسنا القليل من الكعك. شكرا لكم كثيرا جدا على هذه الأشياء، كم كنت جائعة. أنا أشكركم من قلبي. تقفون هيا الآن، وداعا وداعا الآن. هيا ندخل يا صغيرتي. حضرت للثلاجة ما نحتاجها. هيا اذهبي وضع الأكياس في الثلاجة يا صغيرتي. حاضر يا أمي، حاضر. سأحط الأشياء في الثلاجة. وضع الأشياء هنا في الثلاجة. هذا الكيس وهذا الكيس يكفي. هذه أشياء سأذهب ألقي الكمامة في الباسكت. في بيت العائلة في بيت العائلة الفقيرة، في بيت زوجة الأب الشريرة. عزيزتي ماذا هناك؟ أنا ذاهب لشراء بعض الأشياء، وليس لنا سوى $1000 في البنك. في ذلك سأسحب منهم 200، لكننا هكذا سنفلس. وأبنتنا الغبية التي فوق لن تذهب إلى أي مكان، ستبقى جاهلة. سأفعل ما بوسعي. حسنا أنا ذاهب.
سأخذ ابنتي معي. لا تأخذها، أنا سأحرمها. أبي أريد الذهاب معك. لا لن تذهبي، أنا أقول لك هذا بدون سبب. لن تذهبي، أنا أصلا أكرهك من أول ما ولدتك وأنا لا أحبك. أمي لماذا تكرهينني؟ اذهبي، ولا نقود ولا لأنك تعاندين معي. اذهبي، أنا ذاهب للشراء. اذهب. وفي السوق سأسحب 100، يكفي 100. ابنتي مصاريفها 300 دولار. لا أعلم ما هذا، ولا ليس عندها ملابس. ماذا أفعل؟ نحن فقراء. سأشتري لها رداء. ما سأشتري؟ ليس عندنا شيء. سأشتري واحدة من المكرونة وسندويتشان وواحدة وواحد من البيتزا، وهذا فقط. هذا ما أستطيع شراءه. كل الخضروات التي في البيت. من فضلك احسبيهم. هذا فقط 50 دولار، هذه 100. $100 من فضلك. 100. دون النزاهة، أريد هذا الكيس من فضلك، حتى إنه خفيف. لا أعلم، نحن فقراء جدا. أريد ذلك، لكن الحمد لله أنا بدون نقود. ذلك الجيد لنرغي في الشارع. كما أتمنى مرة أن أسحب 100 دولار ولا تنتهي. سأشتري رداءين لزوجتي، عندي رداء يكفي، يكفيني هذه الأرضية. من فضلك، هذه النقود ضايعة هنا. أريد منك شراء هذا لابنتي فقط. أنا ما أستطيع شراءه. لا، ماذا أفعل؟ مثلا ما سأشتري هذه لزوجتي فقط. هذا شكرا لك. عفوا، هكذا 100 دولار حسنا. مدام نحن فقراء، الحمد لله. يا ليتني أستطيع مساعدتك. وصل للبيت عزيزتي، لقد وصلت. هذه ملابس لك. أحسن، شكرا لك. هل أحضرت لهذه الفتاة الغبية ملابس؟ أجل، إنها فتاة، ابنتي الوحيدة. ليس عندك غير هذا الرداء، وابننا الصغير هذا لا يرتدي سوى هذا. ليس عنده أي ملابس أصلا، الحمد لله. هيا اذهب وضعها فوق. لقد تعبت، أرجوك ضعيها. اذهب أنت، حقا أنت امرأة قوية. لا أعلم لماذا أنت تفعلين بنا هذا. ماذا البخل الذي بنعك؟ ابنتي الصغيرة، كما أتمنى أحضر لك أشياء أكثر، لكن سامحيني. أبي هل أحضرت لي هذا الرداء؟ شكرا لك، أنا كنت أتمنى أن أرى. أحبك. أنت لا أرى هذا. أنت الوحيدة التي تشعرين بي يا صغيرتي. شكرا لك يا أبي. هيا أنا ذاهبة. أمي لماذا هذا؟ أنت تعاملين أبي بقسوة. لقد تعب اليوم كثيرا، ليس لك شأن فيما أفعله. آسفة يا أمي، كم أتمنى أن تعاملينني جيدا يوما ما في حياتك. وفي بيت العائلة الغنية وزوجة الأب الطيبة. أمي قرب العيد، اذهبي يا عزيزي وأحضر لنا بعض الملابس للعيد. أحضر 4. حسنا حسنا، سأحضر لكم. هيا أنا ذاهب. سأبتدي الكمامة وأخذ مقودي 200 دولار، وسأذهب وأحضر لكم 4 ملابس. هيا أنا ذاهب. مدان ابنتي، أريد أن أطلب منك طلبا صغيرا. مدانك يا أخي. سقطت الكمامة على الأرض.
أريد منكِ ألا تزعجي أحدا على بالي ما آتي، سأذهب وحدي حسنا حسنا. في السوق بعد أن اشترى لهم الملابس، لقد سيفرحون هنا كثيرا بهذا. لقد فطرنا وكل شيء، الآن سأتفرغ من هنا قليلا. ذهب زوجي الآن للعمل للأسرة، منزل زوجة الأم غير طيبة، زوجة الأب غير طيبة أو شريرة. أمي، غدا العيد صحيح؟ وما المطلوب إذن؟ أريد فقط منكم، ماذا هناك يا صغيرتي؟ ماذا تريدين؟ أبي، أريد منك أن تشتري لنا ملابس العيد. ملابس ماذا؟ ملابس العيد، ليس معي نقود. ونحن ليس معنا نقود. اسكتي، لن نشتري لك شيئا. أمي أرجوك، يا غدا العيد هل سأذهب بهذه الملابس غير النظيفة حتى لا تستطيعين أن تخذليها لي؟ اصمتي، لن تذهبي إلى العيد أصلا. هيا نامي، اذهبي، افعلي أي شيء، اخرجي حتى برا، لا أريد أتواجهك هنا الآن. حسنا أنا ذاهبة. أبي أرجوك، ليس معي النقود يا صغيرتي، لقد صرفتها. أعمل أرجوك اليوم، أعمل يوم الأجازة، أريد فقط ملابس للعيد. لا يمكنني، صدقيني، ألم نقل لك لن نشتري لك ولن تذهبي للعيد أصلا؟ أرجوك يا أمي، لا لا، ليس لك عيد، ولن يأتي خالك ولا عمتك ولا جدتك أصلا. حسنا أنا ذاهبة، سألعب، سأذهب لألعب. وهي تلعب قابلت من يا ترى؟ قابلت الفتاة ابنة زوجة الأب الطيبة. مرحبا مرحبا، ابتعدي عني، ماذا تريدين مني؟ هل أنت متسولة؟ لا لست متسولة، أنا فتاة، جئت لأسلم عليك كي أتصادق معك، أنا أحبك. هل أنت من جئت واستلفت من الكمامات؟ نعم، لن نسامحك، أنا آسف، اذهبي. لا أعلم ما هذا، سأذهب للبيت كما هي فتاة وقحة. أنا ذاهبة للمدرسة، لم أفعل لها شيئا. هيا أنا ذاهبة، لما أنت في نفس مدرستي. مرحبا يا سيدتي، مرحبا، ذاهبة للمدرسة، فتاة غبية داخلة. لا 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 لا، أين نائبة المديرة؟ أين النائبة يا ترى؟ أنا هنا، ماذا هناك؟ أتت الكمامة، لا يمكنك الدخول إلا بها. حتى آسفة، وبعد انتهاء الدوام المدرسي، أخيرا لقد انتهينا من المدرسة. ماذا هناك؟ أسمع صوت خناقة، كأن هناك خناقة. نحن لا نفعل لك شيئا، هل أنت حقا فتاة لست طيبة؟ أنت حقا فتاة شريرة، بل فعلتم كثيرا، لا أحبكم، أنا أزعق لكم بدون سبب كما تفعل أمي معي. المديرة تطلبك. ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ اذهبي للمديرة، أنت اذهبي للمديرة، أنت أيتها الفتاة، اذهبوا، كل من شاهد يذهب. أنا ذاهبة للمديرة معكم. أين المديرة؟ ماذا هناك يا ترى؟ مرحبا 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 مرحبا، فتاة وقحة وتعاملنا بالسوء. إن هذه الفتاة وقحة، هذه الفتاة وقحة جدا، تعاملنا بالسوء، تقول أمي تفعل معي هذا، سأتصل بأمك. السلام عليكم، أنت أم رانا؟ أنت أم رانا؟ أجل أنا أمها، ماذا هناك؟
لا تعامل الفتيات بطريقة غير مهذبة، من فضلك تعالي حتى تأخذيها، لأن هذا استدعاء لك. حسنا، أنا قادمة. ماذا فعلت ابنتي الغبية؟ أمي، وبعد أن أخبرتها بما فعلت وما فعلت مع الفتيات الأخريات، أمي أنا آسفة، لا لن أسامح، بل أنت تعاملينها بقسوة، لذلك علمتها هذه الطريقة، فمن فضلك لا تعاملي هذه الفتاة بقسوة مرة أخرى، لأنها فتاة طيبة وجميلة وليس بها أي شيء، فمن فضلك عامليها بطريقة جميلة. هذا السوء سبب سوء معاملتها، هل أنا أعاملها بالسوء؟ يذهبن كلكن، سأكلم أمها، لذلك من فضلكن لا تأتين. سنذهب فتوقع. أنا سأجلس، تفضلي بالجلوس. كوب قهوة؟ لا شكرا، أريد أن أسمع. لقد فعلت مشاكل كثيرة من أول ما انضمت لهذه المدرسة. هل أنت من أول ما انضمت لهذه المدرسة وأنت متعصبة منها دائما؟ أجل، وأعملها بقسوة لأنها فتاة غير مهذبة. هذا ليس جيدا، عليك أن تعملها بلطف حتى تكون لطيفة ومهذبة. إنها فعلت أشياء غير لطيفة أبدا، وإن الناس كلها يقول عنها وقحة. إنها وقحة حقا. أنا سأعاملها بطريقة مهذبة وسنفعل لها ما تشاء. وأنا آسفة. لينا ابنتي، أمي أنا آسفة، أنا آسفة على ما كنت أفعله معك، كنت غبية جدا. حسنا، أحسنت يا رينا.